منور معانا يعني مشجع ليورا المنتخب في كل حته. طول النهارده يا عم جمال في المباراه النهائيه بعد ما المنتخب وصل للمباراه النهائيه طول النهارده. وانت معايا بس مباشر على جورنال الجمهوريه اونلاين في موجود. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين في نقل البث المباشر من قلب ملعب نهائي كأس الأمم الأفريقية ما بين منتخب مصر ومنتخب السنغال. مستمر لحضراتكم في نقل البث، تابعونا. نقلها لحضراتكم محمد ناصر الفقي مراسل الجمهورية أونلاين في الكاميرون.